مساءكم خير. طول الوقت بنحلم بالامتداد، ودايما نقول كده لما ندعي حد كده لحد نقول له ربنا يبارك لك، يوسعها عليك. ويوسعها فكرة التوسعة والامتداد هو مش بس فكر عمراني بالأساس، وفكر عشان يستوعب أعداد البشر بالأساس، لكنه دليل حقيقي على وجود بناء وعلى وجود تنمية حقيقية بتحصل في الأوطان. كان عندنا مشكلة على مدار سنين طويلة فاتت إنه كل ما هو امتداد عمراني وكل التجمعات السكنية الكبرى، وهنا بنقصد بيها التجمعات السكنية اللي تقدر تستوعب ناس، مش إننا نقول افتتحنا مدينة في قلب الصحراء لكن ما فيهاش خدمات، أو إننا نقول إننا عملنا مشروعات تستوعب الناس لكن الناس ما راحتش. تقاس نجاح أو يقاس نجاح الامتداد ده بأنك تقدر تستوعب الناس فيه. فكان بيحصل على مدار السنين اللي فاتت أنه يحصل الامتداد للقاهرة، فنبقى نشوف امتداد شرق القاهرة بكل ما استوعبوا من منطقة بقى القاهرة الجديدة، التجمعات الجديدة، وقريبا العاصمة الإدارية الجديدة، وزي الامتداد ده استوعب ملايين من البشر. وكمان تشوف غرب القاهرة بكتير من التوسعات اللي حصلت في أكتوبر وزايد، وزاي المدن دي عملت نقلة. تخيل كده لو كان أهل التجمع الخامس أو القاهرة الجديدة أو سكان مدينة 6 أكتوبر دول ما تعملش الامتدادين، تخيل كده كان شكل القاهرة يبقى عامل إزاي. طبعا دي حلول كانت مهمة جدا وحلت مشكلة، لكن فضل طول عمرنا عندنا الأزمة الكبيرة أنه نصيب العاصمة من الامتداد أضعاف نصيب المدن الأخرى. حتى الإسكندرية، حتى إسكندرية اللي كنا طول عمرنا نتغنى أنها عروس البحر المتوسط، مدينة مختنقة بكل الصور والتفاصيل، وما كانش فيها امتدادات عمرانية تسمح باستيعاب الأعداد دي من البشر. اللي حصل على مدار السنين اللي فاتت وتحديداً من 2014 ل 2022، تقدر تسمع عن امتدادات لمدن الدلتا، فنسمع عن المنصورة والمنصورة الجديدة اللي تم افتتاحها بالأمس، تسمع عن بني سويف الجديدة، الفيوم الجديدة، أسيوط الجديدة، ويبقى في ظهير عمراني حقيقي لكتير من مدن خط الصعيد كله بكامله، فيبقى في متنفس سكاني. فالسكان نبطل بقى فكرة طرد السكان من الصعيد إلى القاهرة، ونبطل فكرة الحقيقة أنه طبعا ده مرتبط بفرص العمل بالأساس، لكن أنت وإنت بتخلق امتداد عمراني أنت بتخلق كمان مجتمعات جديدة الناس ممكن تلاقي فيها فرص عمل جديدة. امبارح كان يوم من الأيام اللي نقدر نسميها كده، مش مجرد افتتاح لكن ترجمة لجهود سنين طويلة فاتت. مشروعات الامتداد الأفقي اللي بتحصل في مصر، طبعا احنا في خناقة تانية نتكلم فيها بعدين، وهي تعداد السكان اللي عمال يزيد بلا ضابط ولا رابط، لكن الحقيقة انه رغم ان احنا عارفين انها مشكلة لكن لازم نستوعبها. فامبارح كان افتتاح المنصورة الجديدة، واللي احنا بنكمل فيه مع حضراتكم النهاردة في الاحتفاء ببعض من النماذج المهمة اللي لما نروح لهذه المدن المميزة نفرح بنماذج مشرفة كانت موجودة فيها. واحدة من النماذج المتميزة اللي تم تكريمها امبارح في محافظة أو من محافظة الدقهلية، تم التكريم تكريم على أساس التفوق العلمي والإنتاج الثقافي العظيم والتميز على كل المجالات. قبل ما أتكلم عنها دكتورة رنا حامد، أو قبل ما أتكلم معاها تحديدا، خلينا نشوف مع حضراتكم تقرير القناة الأولى كانت عملته مع دكتورة رنا، ونرجع نرحب بيها ونشوف كمان رد فعلها على يوم الاحتفاء الجميل اللي حصل معاها امبارح. أنا رنا حامد عبد الواحد، مدرسة لغة إنجليزية بمدرسة النور للمكفوفين هنا في المنصورة. حصلت على الدكتوراه في الأدب الإنجليزي من كلية أداب جامعة المنصورة. بالنسبة لفكرة كف البصر ما كانش باين حاجة وأنا صغيرة، لحد ما كان حصل وقعة على السلم وأنا صغيرة خالص، أنا دي مش فاكراها أصلا. بابايا بذل جهد معايا في ان انا ادخل المدرسه واتعلم عادي زي بقيه زمايلي. ما كنتش اعرف في الاول عن فكره طريقه برايل،
ومدارس النور للمكفوفين وكده ما كناش نعرف عنها حاجة في الأول. فأنا قعدت سنتين أولى وتانية ابتدائي في مدارس عادية. كان كل اهتمامي إنها تقرأ وتكتب، لأن أمها كانت بتقعد تقرأ معاها وتتعب وتكرر وتقول وتعيد، فإنما هي ملهاش ذنب. أنا كان كل همي واهتمامي إنها تقرأ وتكتب. عرفنا بقى عن موضوع طريقة برايل وإن هي قايمة على اللمس وكده، فتعلمتها في الأجازة اللي ما بين تانية ابتدائي وتالتة ابتدائي. وبعد كده بابا قدم لي بقى في مدرسة النور للمكفوفين واتنقلت ليها. الحمد لله اجتزت الاختبارات بتاعتها وفضلت فيها بقى لحد ما حصلت على الثانوية العامة. الحمد لله أنا حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة للمكفوفين سنة 2003. هي رنا مش إحنا اللي بنخليها مجتهدة، هي اللي بتخلينا نساعدها تطلع اجتهادها أو تعيش في اجتهادها أو تطور نفسها أو تمشي لقدام. دكتورة رنا حامد أول باحثة من أصحاب البصيرة تحصل على دكتوراه من كلية الآداب جامعة المنصورة، وحصلت بالأمس على تكريم من مصر في شخص رئيس الجمهورية. دكتورة رنا مساء الخير، مبسوطين قوي بالصورة الحلوة اللي قدامنا ومبسوطين بيكي كمان جدا بالأساس. أهلا بيكي. أهلا وسهلا دكتورة دينا، مساء الخير. مشوار البحث والتعلم والبصيرة الكبيرة اللي انت مش بس استنرتي بيها، لكن كمان أنا واضح جدا أن انت إنسانة ملهمة لكتير من الطلبة بقى، فاحكي لنا على المشوار وإزاي حصل التكريم، إزاي يعني وصلت الفكرة لأنه يتم التكريم أثناء افتتاح مدينة المنصورة الجديدة. والله بصي، هي مسيرة التفوق بدأت من أول ما دخلت المدرسة، وهو كان الحمد لله كنت متفوقة في طول سنين الدراسة. لما أخذت الثانوية العامة زي ما عرضتي في التقرير الحمد لله كنت أول على الجمهورية في الثانوية العامة. يعني عارفة لما الواحد بيحصل على مركز عالي يعني ما بتقدريش بقى ان انت تتنازلي عنه او انه يعني المستوى ينزل عن كده، فبتلاقي نفسك بتتحفزي ان انت لازم تكملي وتنجزي اكتر وتحصلي انجازات اكتر. يعني يعني فكره بقى الماجستير والدكتوراه وكده، لا هي ما بداتش معايا لما اخذت المركز الاول على الثانويه العامه، هي بدات من قبلها. ما اعرفش بدات امتى، بس انا يعني لقيتني بمشي في المسار ده كده زي ما يكون هو ده المسار الطبيعي، يعني هو ده تخطيطي لحياتي. زي ما انت قلتي ما ينفعش ارضى باقل من كده، خلاص يعني بالظبط كده. فهي انا يعني الحمد لله يعني حصلت على الليسانس في 2007، وهو اصلا مجال دراسه اللغه الانجليزيه هو ده كان المجال اللي انا كنت عايزه ادرسه اصلا. لو كنت دخلت اي كليه كان هيبقى هو ده المجال بتاعي. يعني احنا طبعا باعتبار ان احنا كنا اوائل على الجمهوريه فكان بيبقى في منح طبعا من جامعات كتير وحاجات كده، بس انا كان هو ده المجال اللي انا كنت حابه ادرسه. ففضلت ان انا ادخل بقى كليه اداب جامعه المنصوره. هي يعني جامعه المنصوره يعني جامعه عظيمه ولها اسمها، وكليه اداب قسم اللغه الانجليزيه يعني في اساتذه عظام يعني. طيب انا دكتوره رنا عايزه اسالك مش بس على مشوار الدكتوراه، لكن كمان هل انت بتعملي بالتدريس اثناء طبعا رحلتك للحصول على الدكتوراه؟ انا كنت بدات الشغل من قبل ما احصل على الماجستير. يعني انا قبل ما انتهي من الماجستير بفتره صغيره كان تم تعييني في مسابقه ال 30,000 المعلم اللي كانت اعلنت في 2014. فكان تم تعييني فيها، وبعدين بعديها بقى في 2016 انا حصلت الحمد لله على الماجستير. فهم الماجستير والدكتوراه وفي دبلومه مهنيه في كليه التربيه دبلومة مهنية في التربية الخاصة، يعني الحمد لله أنا أنجزت ده أثناء الشغل. علاقتك بالطلبة عاملة إزاي؟ ما ده اللي أنا عايزة أسأله بقى. يعني بصي، هو فكرة التدريس
ايا كان المرحله اللي بتدرسي فيها، سواء بتتعاملي مع اطفال، بتتعاملي مع مراهقين، بتتعاملي مع شباب في الجامعه، انت يعني بنبقى حاسين ان احنا بنربي. هو احنا مش، انا مش بدي معلومه بالزبط. انا عن نفسي وانا طالبه، انا المدرس بالنسبه لي ما كانش بيديني معلومه، انا كنت بحس ان انا يعني انا هو انت مسؤوله عن تكوين شخصيه اكتر. ليه بسالك يا دكتوره رنا عن علاقتك بالطلبه؟ لانه الشخصيات الدؤوبه واللي بتتحدى واللي بتعرف تنجح واللي بالنسبه لها ظروف هي مجرد خطوه وسلمه، دي شخصيات ملهمه جدا. فانا متهيألي انه طلبه يتعلموا منك طبعا العلم الكبير اللي عندك، لكن بيتعلموا من روحك ومن شخصيتك يعني. فعلا فعلا، ما انا لسه بقول لحضرتك، انا بالنسبه لي كان المدرسين بتوعي واساتذتي انا سواء في المدرسه او في الكليه، انا كنت بحس ان انا هو بيديني من روحه. هو مش بيديني معلومه، هو بيديني من روحه ومن نفسه ومن يعني من كل حاجه حلوه فيه كان بيديها لنا. فانا بحس ان هي يعني زي ما نقول ايه، هو سلمني امانه عشان انا اسلمها لناس ثانيه بعدي. فهي فعلا هي امانه ورساله، مش ان احنا بندي معلومه، لا انا بربي انسان طبعا. دكتوره رنا، امبارح بقى زي ما رضيتي الاف من الطلبه، امبارح اعتقد انه ربنا رضاكي بتكريم كبير جدا وقدام ناس كتير كلهم من يعرفوكي او معظمهم يعرفوكي ومحبيكي. كلمينا عن اللحظه دي بقى بتاعت التكريم، وازاي عرفتي وتعاملتي مع الموقف ازاي؟ طيب خليني هعلق بس تعليق صغير. لا هو التكريم كان قدام ناس كتير، انا ما في منهم كتير انا مش عارفاهم يعني يعني اللي يعرفوني طبعا قرايبي وحبايبي واصحابي وكده تمام، بس لا في ناس كتيره جدا جدا انا ما كنتش عارفاهم قبل كده، لقيتهم بيحاولوا يتواصلوا معايا ويهنوني ويباركوني. الرئيس بقى كان بيقول لك ايه في اللقطه دي؟ احكي، غششيني. الرئيس كان بيبارك لي وكان بيبارك لوالدتي، وكان يعني بيحفزني، يعني بيحفزني ان انا اكمل ويعني واواصل واستمر، ان انا ما اقفش يعني. ف يعني انا عايزه، انا لسه ما جاوبتش على سؤال حضرتك، انا يعني كل التكريمات السابقه كانت حاجه، والتكريم بتاع امبارح ده شيء لوحده. انا دي اجمل واغلى هديه، يعني اقرب هديه لقلبي هي كانت التكريم اللي حصلت عليه من سياده الرئيس. يعني انا شرفت بالتكريم ده، وده اجمل وسام واجمل هديه جات لي في اي مرحله من حياتي، هي دي كانت اجمل وسام واجمل هديه يعني. تكريم مستحق يا دكتوره رنا، تكريم مستحق، وبنشكرك شكرا جزيلا انك كنتي معانا، و لانك نموذج من النماذج الحقيقيه ملهمه، ودي النماذج اللي احنا حقيقي بنبقى فخورين وشايفين ومقدرين انها تستحق التكريم. عشان كده لما يتم تكريمها من راس الدوله المصريه من سياده الرئيس بنبقى سعداء سعاده مضاعفه. بشكرك دكتوره رنا حامد، اول باحثه من اصحاب البصيره تحصل على دكتوراه من كليه الاداب جامعه المنصوره، واللي تم تكريمها امبارح. تاني لما كنا بنحتفل امبارح، ما كناش بنحتفل بس بمدينة جديدة، كنا بنحتفل بامتداد عمراني وبامتداد ثقافي، وكانت مصر بتحتفل وبتحتفي بنماذج من ولادها، هما جزء من هذا النجاح وهما جزء أصيل كمان من المستقبل. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم 9. مرة تانية مكملين مع حضراتكم 9، ومستمرين في أننا نتابع نماذج مميزة جدا كانت موجودة امبارح في افتتاح مدينة المنصورة الجديدة. كان من الأمور الملفتة جدا للنظر روعة وجودة مستوى كورال جامعة المنصورة اللي نال إعجاب الرئيس أثناء تفقده لكورنيش المنصورة الجديدة. الرئيس بسبب أدائهم المتميز وعد بتنظيم مسابقة على مستوى المحافظات لاكتشاف المواهب على هامش افتتاح مدينة المنصورة الجديدة، واحنا متشرفين انه على تليفون معنا دكتور عمرو المرسي المشرف على فريق الموسيقى والكورال بجامعة المنصورة. مساء الخير دكتور عمرو. مساء
السلام عليكم، اهلا بحضرتك استاذه دينا. اهلا اهلا بسيادتك فندم. عليكم السلام دكتور عمرو. احنا امبارح يعني اعتقد انه كان يوم مميز، ومتاكده انه تم الاعداد ليه قبلها بفتره كبيره جدا. طبعا اكيد طبعا طبعا. اسمحي لي في البدايه استاذه دينا ان انا اعبر عن سعادتنا يعني وفخرنا بمشاركة فريق الموسيقى والكورال جامعة المنصورة أمام فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا في هذا الحدث العظيم يعني الحمد لله. وطبعا احنا استعدينا في البداية، احنا طبعا اتبلغنا ان تم ترشيح فريق الموسيقى والكورال للجامعة المنصورة للمشاركة في فعاليات افتتاح مدينة المنصورة الجديدة. وطبعا ده كان بالنسبة للفريق شيء مشرف جدا وانه يشارك في حدث عظيم زي ده. وبدأنا نستعد للمشاركة، وكان الأولاد متحمسين جدا جدا وعلى قدر كبير من المسؤولية، واشتغلنا وكان في طبعا بروفات الاستعداد ليوم الافتتاح. والحمد لله يعني ولادنا الطلاب قدموا عروض مميزة، وطبعا كانت نتائج المشاركة في الحدث العظيم يعني كان من أهدافه طبعا يعني توسيع دائرة المشاهدة وإتاحة فرصة لأولادنا الطلاب يشوفوا نفسهم في منصات هامة وفعاليات قمية كبيرة تكون ليهم حافز يعني كبير. أسأل حضرتك سؤال، هو الكورال موجود على مدار السنة يعني فعاليات الجامعية بيقدم حفلات بشكل دوري ولا بس بتجتمع ولا في مناسبات؟ هقول لسيادتك على حاجة. الحمد لله أنا بقول يعني يمكن فريق الموسيقى والكورال في الجامعة محظوظين. إحنا عندنا في الجامعة يعني القيادات مستنيرة جدا وداعمة بشكل دائم للنشاط الفني بشكل عام. رئيس الجامعه الاستاذ الدكتور شريف خاطر وسياده النائب الاستاذ الدكتور محمد عطيه البيومي يعني دايما داعمين، واحنا شغالين بشكل دائم من بدايه العام الدراسي بيتم التنقيب على المواهب واضافه كوادر جديده من الطلاب الموهوبين، وطبعا بيتم طول السنه في ورش فنيه من زي في بروفات طبعا بشكل دائم، وفي فعاليات كبيره احنا طبعا بنشارك دايما في حفلات وفي مؤتمرات وفعاليات قمية داخل جامعة المنصورة بشكل دائم صورة مستمرة على طول يعني. دكتور عمرو، كان في لفتة كده حصلت انه في فتاة لطيفة من ذوي الهمم ودعيت من قبل الرئيس للمشاركة في العزف، هي بحسب ما احنا فهمنا كده هي مش من اعضاء الفريق مش كده؟ بالظبط بالظبط يا استاذة دينا. خلاص بقت عضوة دلوقتي طبعا. ده انضمام رسمي طبعا. طبعا هي البنت اسمها ياسمين وهي طبعا بتشتغل في بعض الحرف اليدويه من الاشغال اليدويه وهي يعني بتحب تعزف على الاورج الكيبورد، هي اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي. بالظبط يا فندم. وطبعا لما تم اثناء تفقد فخامه الرئيس للممشى تم حديث يعني طيب جدا ما بين فخامته وما بين ياسمين، وطلبت ان هي نفسها تعزف امام سياده الرئيس يعني. وبالفعل سياده الرئيس كان بيتفقد الممشى وجي وصل عند العرض وجت شاركت العزف طبعا، وما شاء الله هي على فكره موهوبه يعني بنت موهوبه جدا جدا بتعزف كويس جدا يعني. احنا عايزينك بقى يعني مش هنوصيك انك تتمسك بما قاله سياده الرئيس عن اكتشاف المواهب في جميع الجامعات المصريه، واعتقد انه البدايه كانت من فريقكم وتقديمكم اللي حظي بكتير من القبول، فأتمنى كمان أن احنا ما قالوا السيد الرئيس كمان اكتشاف المواهب في الجامعات المصرية، احنا بنعتقد أن ده جزء من الحفاظ على مستوى الثقافة في مصر كلها طبعا بيبدأ طبعا من الجامعات. وسيادة الرئيس في حديثه مع الأولاد قال إن شاء الله يكون في مسابقة قمية للشباب الموهوبين، وطبعا احنا شايفين بصورة مستمرة دعم للمواهب من الشباب، دي دعم ما بيخلص ما بينتهيش مستمر بشكل دائم يعني. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو المرسي مشرف على فريق الموسيقى والكورال بجامعه المنصوره. بصراحه انا اي حاجه تخص نشاطات طلابيه بحس اننا لا نعطيها حقها الكافي. الانشطه الطلابيه هي املنا الوحيد بعد ما بيخرج الطالب من سنين طويلة من الدراسة المتكدسة أو أيا كان ظروفه بقى الدراسية في المدرسة، هو ونصيبه كان في مدرسة فيها أنشطة أو كان في مدرسة هو بالمناسبة في كارثة كده بتحصل في كل التعليم الأساسي مهما كان مستواه، سواء تعليم دولي أو تعليم الناشونال أو المصري الطبيعي، إنه الأنشطة بتعامل معاملة الكماليات كده، حاجات موسمية ما تتخدش بجدية. يعني الأنظمة الأجنبية الصعبة جدا في كتير من مدارس أو التكدس والمناهج الطويلة الصعبة كمان اللي كتير من الطلبة في التعليم الأساسي بيعانوا بيها بتخلي الأنشطة حاجة جزء كده
يعني انت وحظك. الجامعه هي الملاذ من الفكره دي، وجود الانشطه الطلابيه في الجامعات زي ما بقول لحضراتكم كده، دول الاربع سنين اللي حالتنا عشان نلحق هذا الكائن اللي رايح للمجتمع او هذا المواطن اللي داخل على المجتمع، انه نديله حاجه حلوه، نديله حاجه اصيله، نخلي شخصيته تتشكل، تتشكل بالمسرح، تتشكل بكورال، تتشكل باعمال خيريه وتنمويه. بعتقد انه يعني محتاجين اننا نولي الموضوع ده اهتمام اكتر واننا ندور عليه اكتر. انا واثقه انه موجود بس ما هواش واخد مكانته من النظر. كل حاجه الرئيس بيشاور عليها احنا بنهتم بيها بالمناسبه، وده عيب عندنا، يعني عيب عند المجتمع ان احنا بنستنى توجيه دايما كده. احنا عندنا الطبع ده، نستنى توجيه من فوق، من المدير، من رئيس، من جهه اعلى مننا عشان ننتبه لامر ايجابي، في حين انك لو انتبهت لوحدك للامور الايجابيه كمان هتلقى بتقدير كبير من رؤسائك. لكن خلينا نقول انه تأييد وتقدير سيادة الرئيس لنشاط طلابي ممكن يبقى فتحة خير لأنشطة طلابية كتير لو تناولناه بقدر كتير من الذكاء والاهتمام. امبارح كمان كان في التكريمات، كانت مهمة جدا وكانت متنوعة بصراحة، تكريمات على المستوى الأكاديمي، تكريمات إنسانية وأنشطة طلابية، لكن كمان مركز أورام جامعة المنصورة كان ليه تكريم خاص جدا من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي. مركز المنصورة الأورام واحد من أكبر المراكز في منطقة الدلتا، وهو أول مركز أورام في الوطن العربي وإفريقيا يعتمد من الجمعية الأوروبية للأورام النسائية. فكرة الاعتماد هي مش بس اللي بننتظرها، لكن احنا عارفين مستوى علاج الأورام في مصر، وعارفين أساتذتنا ودكاترتنا في مصر واصلين لفين في التميز في الأداء. دكتور وليد النحاس مدير مركز الأورام في جامعة المنصورة، أهلا بحضرتك ومساء الخير. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. احنا بس بنعيد اللحظة الحلوة بتاعت امبارح كده عشان نفكرك وعشان نقول لك ألف مبروك يا دكتور، تكريم مستحق. الله يبارك في حضرتك، ربنا يخليكي، حقيقي من أفضل لحظات العمر، ويعني ده تقدير لكل المركز وكل الناس اللي بتشتغل في خدمة الأورام في المنصورة وفي مصر بوجه عام، إن سيادة الرئيس يكرم مركز أورام المنصورة. دكتور وليد، يعني يمكن احنا برضو مقصرين ان ما نعرفش كتير عن مركز أورام المنصورة، لكن احنا عارفين انه في جهود حقيقية في مصر كلها، حملة 100 مليون صحة، حملة صحة المرأة المصرية. قولي مساهمات المركز في هذه الحملات وايه النتائج الحلوة اللي تحب تشاركنا بيها بمناسبة تكريم حضرتك. تمام. هو المركز على فكرة بيشارك في أكتر من مبادرة من مبادرات الرئيس، منها أول حاجة القضاء على قوائم الانتظار، ومركز الأورام من أكبر المراكز ومن أكبر المستشفيات في مصر اللي بيقوم بالقضاء على قوائم الانتظار. تستقبلوا كم حالة شهريا مثلا يا دكتور؟ مع حضرتك تاني بعد إذنك. بسأل حضرتك عن أعداد الحالات اللي المركز بيستقبلها شهريا مثلا. احنا حضرتك بنستقبل يوميا ما يقرب من أكثر من 1000 حالة في اليوم. بنستقبل كل شهر ما يقرب من 15 ل 20 ألف حالة. المعدل السنوي لاستقبال الحالات من 175 ألف ل 180 ألف كل سنة. طبعا ده بيشمل عمليات جراحية على أعلى مستوى، علاجات كيماوية، علاج كيماوي للأطفال، عنايات مركزة، جميع تخصصات الأورام مركز أورام المنصورة بيقوم بخدمته. ويعني أنا أعتقد إن احنا الكشف المبكر يا دكتور وليد أكيد واحد من الأمور الهامة جدا على أجندة المركز. طبعا عندكم مركز مشاركين في مبادره الرئيس لصحه المراه، وعندنا عياده يوميا بتشتغل عشان الكشف المبكر عن اورام الساد تابعه لمبادره الرئيس، وفعلا الناس بتيجي وبتكشف وبتعمل اشعاعات، ولو في اي حد وتم اكتشاف حالات كتيره جدا لم تكن على دراية ان هي عندها اورام، ولكن بعد المبادرة بدأت تروح للوحدات الصحية
وبدأت الوحدات الصحية تبعتها للمراكز المتخصصة وفعلا بدأ يتم تشخيصها ويتم علاجها والحمد لله رب العالمين. دكتور وليد، يعني اعتقد انه دي فرصة هايلة جدا وحضرتك معانا على التليفون ان نتكلم انه حملات صحة المرأة ما هياش موسمية، انها موجودة على مدار السنة. يعني بسأل حضرتك لانه حقيقي إجابة حضرتك مهمة، لانه مهم الناس تعرف انه على مدار السنة الكشف المبكر او الكشف الدوري للنساء بينقذ حياة آلاف من المرضى سنويا. حضرتك صحح لي المعلومة دي. أكيد، هو حضرتك طبعا أنت عارفة حضرتك لو خدنا مثال مثلا أورام الثدي والكشف اللي هي أشهر حاجة عند أورام السيدات، الكشف المبكر ليها ده طبعا بزيارة الدكتور في أوقات محددة وعمل الأشعاعات زي ما الدكتور بيحدد، وزي ما هي حاجات عالمية متفق عليها بعد سن معين بيتم عمل الأشعة. ده طبعا بيفيدنا لو احنا اكتشفنا الأورام في مرحلة بدري، ده حقيقي بيقلل على المريض سواء من إجراء العمليات بتبقى عمليات بسيطة أو جايز أحيانا كتير جدا في الحالات البدري لا بيكون في علاج كيماوي ولا بيكون في علاج إشعاعي، فده طبعا بيوفر جامد جدا بالزبط على المريض صحيا وبيكون علاجه أكثر سهولة. كمان برضو بالنسبة لصحة المرأة، إحنا عندنا جايز في مركز الأورام إحنا بنعمل دورات وتوعية على جميع الأورام اللي بتصيب المرأة، وإحنا كان عندنا قريبا جدا كنا بنعمل تطعيم وتوعية للتطعيم ضد فيروس هيومن بابلوما فيروس اللي هو بيسبب أورام عنق الرحم، وفعلا قمنا بتطعيم يعني بدأ بتطعيم بعض العاملات بالمركز وأسرهم، لأن ممكن يكون في النقطة دي برضو الناس ما تعرفش عنها، ولكن مركز أورام المنصورة بيعرف عنها ومن أوائل الأماكن في مصر اللي بتقوم بالتوعية للحماية من الأورام وليس العلاج فقط. فبالتالي قمنا بعمل أعتقد أن ده الدور الأكبر، وأنا قادرة أفهم يعني إن شاء الله إن يبقى في عندنا فرصة أطول أننا نتكلم مع حضرتك في ده، لأنه ده جزء من الوعي اللي احنا محتاجين نخلقه، هو أهمية هذه المراكز العظيمة اللي زي مركز المنصور الأورام، هي أنها مش بس العلاج لكن الحماية في المراحل المبكرة وأيضا الوقاية. بشكرك شكرا جزيلا طبعا. دكتور وليد شكراً النحاس، شكرا مدير مركز الأورام في جامعة المنصورة. دكتور وليد قال حاجة مهمة صدقوني، أنا بحس إن إحنا لما بنكرم النماذج العظيمة دي بنفتكر حاجات عظيمة بتحصل في بلدنا. فكرة إن عندك تطعيم للوقاية من سرطان عنق الرحم، كم سيدة في مصر تعرف المعلومة دي؟ تعرف إنه في حاجة اسمها وقاية من سرطان أو إنه تطعيم للوقاية من سرطان؟ كم سيدة في مصر تعرف أنها لو اكتشفت مبكرا مش هتحتاج أصلا تدخل في دايرة العلاج الكيماوي، وبالتالي الكشف المبكر مش رفاهية؟ وكم واحد فينا كمصريين يعرف أنه لو اكتشف بدري في المرحلة الأولى والتانية يمكن العلاج بنسب تقترب إلى تفوق 90%، ودي أرقام الإحصاءات. لسه مكملين مع نماذج متميزة منورة كانت موجودة امبارح في افتتاح مدينة المنصورة. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم. أنا هنا بس عايز أقول للناس إن لما بنيجي نعمل كدولة بيبقى فيه تصور شامل للمسار اللي احنا شغالين عليه. أنا ما افتكرش حد هيقدر يعمل أكتر من اللي احنا بنعمله. تصور الدولة للمدن الجديدة اللي من بداية الحلقة بنتكلم عنه، المدن الجديدة هي امتداد للحضارة وهو جزء من المستقبل. بالمناسبة تبنى المدن عشان تتساب للأجيال اللي بعدنا، ما بتبقاش للجيل اللي احنا فيه تحديدا يعني، لكنها بسرعة بتستوعب. إحصاءات بتقول كده إن المدن الجديدة بتستوعب حوالي 500,000 مواطن سنويا، كل مدينة جديدة تقدر تستوعب هذا العدد. فتخيل حجم الاختناقات اللي انت بتخرجها، مش بس كده لكن كمان حجم الفرص الجديدة اللي بتتخلق في مكان جديد محتاج
استهلاكات ومحتاج شغل وفرص عمل وفرص حياة. من ضمن هذه الفرص هو أن يبقى عندنا جامعات، ودي برضو رؤية واضحة جدا للدولة المصرية على مدار السنوات اللي فاتت، جامعات بمستوى عالمي. مش طول الوقت لازم أنه الطلبة المصريين عشان ياخدوا التعليم الذي يتمنوه، كان في يعني محاولات كتير من فئة معينة من الناس هي أنه سافر بره عشان تاخد شهادة دولية، أو تسافر بره عشان تاخد شهادة متطورة، أو خليك في مصر وبعد ما تخلص الجامعة لازم تفضل كأنك بتعيد الدراسة مرة تانية. لا، مستوى الجامعات المصرية إذا تطور، وهو يتطور بالفعل سواء في المحتوى أو التكنولوجي اللي بتدير هذه المؤسسات، إذا تطور فده معناه أننا بنوفر كمان لكتير من المصريين فرص حقيقية لحياة أفضل. جامعة المنصورة كانت من ضمن المحطات اللي تفقدها سيادة الرئيس، واستمع لشرح مفصل عن إمكانات الجامعة التكنولوجية والتطبيقية. واحدة من الحاجات اللي كانت مبهرة جدا شكل الجامعة، طريقة تنفيذ وتصميم جامعة المنصورة، ومهندس المشروع تم تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسي. معانا على تليفون مهندسة لميس معوض، مسؤولة عن مشروع جامعة المنصورة الجديدة. مهندسة لميس، مساء الخير على حضرتك، ومبروك صرح كبير وواضح جدا انه متميز. مهندسة لميس، مساء الخير على حضرتك. الو، اهلا بحضرتك. اهلا بيكي مهندسة لميس. مهتمين جدا نعرف أكتر عن جامعة المنصورة، تفاصيل إنشائها والتخصصات الأساسية اللي موجودة فيها. هي جامعة المنصورة الجديدة موجودة في المرحلة الثانية من المدينة، مساحتها 127 فدان، وفيها مجموعة مختلفة جدا من كليات. هي فيها 14 كلية زي إدارة أعمال، معاملات قانونية، علوم وهندسة منسوجات، كلية هندسة، كلية علوم حاسب، علوم أساسية، طب أسنان، صيدلة، علوم اجتماعية وإنسانية، كلية إعلام واتصال، وكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وكلية التمريض، وكلية الدراسات العليا. هم توتال 14 كلية، اشتغل منهم كمرحلة أولى 7 كليات أو 8 كليات سوري، بداية من العام الدراسي الماضي. اشتغلوا في أول مبنى تم تشغيله في الجامعة، وهو مبنى كلية القانون الدولي وإدارة الأعمال. مع بداية العام الدراسي الحالي شغلنا مبنيين كمان، هو مبنى هما مبنى كلية الطب الفم والأسنان والعلوم، ومبنى كلية هندسة المنسوجات. إيه المختلف مهندسة لميس نقدر نقول اللي بتقدمه هذه الكليات من جودة التعليم واقترابه من سوق العمل يخليها تصنف واحدة من الجامعات اللي بتقدم تعليم مرتبط أكتر بالحياة العملية؟ هو ده يعني التميز. الجامعة بنشوفه يمكن في حاجتين، في حاجة أولانية هي الجزء الملموس أو المباني نفسها والخدمات الموجودة في الجامعة، والجزء الثاني مختص أكتر بالخدمات التعليمية أو نظام التعليم نفسه والكوليبريشن اللي بتعمله الجامعة مع المؤسسات الثانية. كل ده في النهاية بيقدم للطالب تجربة تعليمية مختلفة جدا عن المؤسسات يمكن التقليدية أو القديمة أو كده. أنا بشكرك شكرا جزيلا، وببارك لحضرتك على هذا الافتتاح بالأمس. أنا عارفة أنه جامعة بتعمل بالفعل. مهندسة لميس معوض، مسؤولة عن مشروع جامعة المنصورة الجديدة، شكرا لحضرتك. بسرعة هاخدكم بقى من افتتاح الجامعة لمبادرة ابدأ اللي موجودة كانت بقوة أثناء الافتتاحات امبارح. أيضا كان في فيلم تسجيلي عن مشروعات مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة المصرية، بجانب عدد من المشروعات اللي ساعدت عدد من المستثمرين أنهم يحققوا أهدافهم. كان في داخل سياق الفيلم أيضا إشادات أو آراء عدد من العمال والمستثمرين حول المساعدات اللي وفرتها مبادرة ابدأ لمشروعاتهم. على تليفون متشرفين بدكتور محمد صلاح، المدير التنفيذي لشركة ECC لمستحضرات التجميل، وهي إحدى الشركات المستفيدة من مبادرة ابدأ. دكتور محمد، مساء الخير على حضرتك.
اهلا وسهلا يا فندم. مساء الفل. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ دكتور محمد، يعني مبادره ابدا بدات من فتره قصيره، لكن من اول ما بدات واحنا عارفين انه كان في تواصل مع حضراتكم، كان في تواصل مع شركات على مدار شهور فاتت حتى قبل الاعلان عن المبادره. قول لنا ازاي حضرتك بتعرف نفسك او بتصنف نفسك انك استفدت من هذه المبادره، واحنا تحديدا المجتمع كله منحاز جدا لرجال الصناعه في الوقت الحالي. طيب احنا انا كنت دايما يعني بقول دايما على يعني على ابدا بقول لهم انتوا اللي دورتوا علينا، احنا ما دورناش عليكم. انتوا حقيقه انتوا اللي دورتوا علينا وشفتوا فعلا كان عندنا مشاكل ايه، لان احنا كان يعني احنا خلي بالك من اكثر المشاكل اللي موجوده دلوقتي حالا في مصر هي حاجات ليها علاقه بالقوانين ومدى تطور القوانين وتطورها مع حركه السوق نفسه. عارف حضرتك الاسواق كلها بتتطور بسرعه، فمصر تطور القوانين فيها مش متماشي مع تطور السوق. الحقيقه ان ابدا هم زي ما قلنا حتى امبارح قدام سياده الرئيس، هم عاملين زي شورت كات كده، يعني زي حاجه مختصره كده بتقدر تحل مشاكل كتير، ويعني الحقيقه هم حلوا لنا مشاكل على الارض بسرعه شديده جدا في وقت قليل جدا يعني. يعني فكره انه المبادره، هو في مؤسسات كتير فعلا في مصر بتشتغل لدعم الصناعه، لكن وكانك عندك الوكيل المساعد اللي بيسرع الاجراءات واللي بيسهل كتير من التفاصيل ما بين هذه المؤسسات. انا فاهمه مظبوط؟ هم حضرتك عاملين زي الراعي الشخصي بالظبط، يعني هم حقيقه بيسمعوا. هم الميزه فيهم ان هم كلهم شباب وشباب واعد يعني، وناس متحمسه بيفهموا جدا جدا الحقيقه. هم كمان بيحلوا على الارض يعني، هو بيفهم المشكله ايه، بيفضل وراها لحد ما يحل، يقدر يوصلك بمسؤول معين اللي عنده المشكله، بيتكلم طب انا الحاجه دي تتحل ازاي، هو بيساعد، هو وجوده على الارض مؤثر جدا الحقيقه. دكتور محمد، كمان عايز اسال حضرتك بمناسبه افتتاح المنصوره الجديده، هل في تواجد لشركه حضرتك في المنصوره؟ هل في رؤيه مستقبليه؟ احنا فندم احنا المصنع عندنا موجود في المنطقه الصناعيه في جمصه. المنطقه الصناعيه في جمصه دي هي دي المنطقه الصناعيه الخاصه بالمنصوره الجديده. واحنا كنا موجودين الحقيقه من 2015، واحنا شغالين في مجال التصنيع مستحضرات العنايه الشخصيه ومستحضرات التجميل. يعني كان في سؤال كده يعني في بالي طول الوقت، مدينه المنصوره الجديده مدى اقترابها او ابتعادها من المنصوره، اقترابها او ابتعادها من مجمعات صناعيه؟ قول لنا كده على الارض شكل العلاقه ما بين مدينه المنصوره الجديده وفرص عمل في مجال الصناعه تحديدا قد ايه. هي 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 طبعا ما شاء الله المنصوره الجديده هي طبعا نقله في يعني هي فعلا مدينه من الجيل الرابع حقيقه، فعلا حاجه فعلا على الارض تفرح، حاجه حلوه فعلا. هي الميزه ان هي مش يعني هي بعيده عن المنصوره اللي هي القديمه بقى، يعني حوالي 45 دقيقه بالعربيه، فهي قريبه برضو من المنصوره اللي هي القديمه اللي هي تعتبر العاصمه بقى نفسها او عاصمه الدقهليه يعني. الحاجه الثانيه هي المنصوره الجديده هي على بعد 10 دقائق بالظبط، يعني احنا زي ما بنقول نعدي الشارع بنبقى الناحيه الثانيه من المنطقه الصناعيه في جمصه. المنطقه الصناعيه في جمصه هي منطقه بقى لها حوالي اكثر من 20 سنه، فهي منطقه يعني موجوده من زمان، خدماتها موجوده في كل حاجه. وده بالعكس احنا كمان مبسوطين ان المنصوره الجديده لما يعني بتعملت هتنشط جدا جدا اللي هي المنطقه الصناعيه في جمصه، وبالعكس لان هيبقى عندنا فعلا فرص عمل كتيره جدا. مصانع الحمد لله كتيره بتفتح في المنطقه الصناعيه وبقت موجوده بقوه يعني، فان شاء الله هتوجد فرص عمل كتيره جدا برضو في المنطقه دي. بشكرك، شكرا جزيلا دكتور محمد صلاح. شكرا، وان شاء الله يا رب مصر احسن يا رب باذن الله. ان شاء الله يا رب يا رب طول الوقت املنا فيكم بقى. دكتور محمد صلاح مدير تنفيذي، وبشكر ابنك. اتفضل. دكتور محمد صلاح مدير تنفيذي الشركة المصرية لمستحضرات التجميل، إحدى الشركات المستفيدة من مبادرة ابدأ. بذكر الحديث عن الدعم اللي بتقدمه المبادرة، كان في ناس بتتلخبط، يعني أنا بشكل شخصي لازم أشهد هنا لهذه المبادرة إنه هي مبادرة وليدة. إحنا بقالنا أقل من شهر تحديدا بنتكلم عن إطلاق مبادرة ابدأ، لكن أنا شخصياً لجأت لهم في حالة أحد أصحاب المصانع اللي كان عنده تفاصيل من التعثر من البيروقراطية السخيفة اللي كان بيتعرض ليها، وتم التعامل بسرعة وتيسير على هذا الرجل إنه يحصل على تراخيصه وإنه يتحرك في أوراقه. أنا شخصياً انبهرت من السرعة ومن الجاهزية للتعامل مع هذه المواقف. عشان كده لو أي حد بيسمعنا النهاردة من أصحاب المصانع، وأنا عارفة أنه أوجاعهم كتيرة بسبب التحديات العالمية وبسبب كتير من التفاصيل اللي بسببها كونت مبادرة ابدأ، اللجوء لهذه المبادرة تجربة تستحق المحاولة. لو عندك أي حاجة متعطلة
مبادرة ابدأ، اعتقد انها يد فاعلة زي ما دكتور محمد صلاح كان بيقول، وكأنها وكيل شخصي لأصحاب المصانع. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم التاسعة. اليوم نشهد معا مشهدا جديدا من مشاهد الإنجاز التي تتحقق بسواعد المصريين. قادرون على تخطي كل هذه التحديات من خلال التلاحم والتكاتف بين الشعب المصري العظيم. نتكلم دلوقتي في مباريتين شغالين في نفس الوقت، في مباريات شغالة وكاس العالم ما زال بيمارس المفاجأة أو عنصر المفاجأة على كل المشاهدين والمتابعين، تحديدا الفرق العربية السنة دي نقدر نقول أنها في قمة تألقها، الفرق العربية المشاركة نقدر نقول أنه ده أفضل كاس عام أو أفضل أداء لمنتخبات عربية في مسابقات كاس العالم كلها، وإحنا مرتاحين. لأنك هتفتكر أداء السعودية مثلا اللي حتى رغم خروجها إلا أنه أدائها كان عظيم ومميز ومفاجئ للجميع. تونس اللي وهي بتخرج كده عملت خروج مشرف وكسبت بطل العالم، فبرضو تونس عملت مفاجأة للعالم كله. وتفضل بقى العزيزة الغالية المغرب اللي تخليك ترجع تفتكر قد إيه أنت فرحان وفخور بدولة عربية إفريقية حققت إنجاز وصعدت أول مجموعتها وبرضو عملت مفاجآت عظيمة، وإنها بتتفوق على بلجيكا وعلى كرواتيا وتبقى أول واحدة من أصعب المجموعات. أصداء بقى التأهل المغربي واللي حصل من امبارح لحد النهاردة وتأهل المغرب للدور الثاني في كاس العالم نعرفها أكتر من الصحفي المغربي الأستاذ سعيد قدري. مساء الخير على حضرتك أستاذ سعيد. مساء الخير أستاذة دينا عبد الكريم، أهلا وسهلا بك، أحييك من المغرب وأحيي جميع المشاهدين الكرام على في مصر وفي الوطن العربي. احنا بنبارك لك وسعداء جدا بفوز المغرب، لكن كمان متخيلين التفاصيل، الاجواء بتاعت متابعه الجمهور المغربي في قطر هي اجواء رائعه، فنقدر نتخيل اجواء الجمهور المغربي في المغرب، لكن حضرتك قول لنا تفاصيل اكتر عن استقبالهم لهذا التاهل. مبروك علينا جميعا، مبروك لكل المصريين، كذلك مبروك لكل العرب في كل مكان. بالفعل كانت الأجواء رائعة جدا يوم أمس بمجرد إعلان الحكم نهاية مباراة المغرب ومنتخب كندا بفوز المغرب. الأكيد أن الأجواء كانت حماسية، شارك الأطفال والنساء والشيوخ والشباب وكل الفئات العمرية شاركوا في هذا الحفل الكبير الذي شهدته ساحات وشوارع مدينة طنجة ومدن الرباط، الدار البيضاء، مراكش، أكادير ومدن المدن في الجنوبية. الأكيد أن هذه الفرحة وبالأمس كانت فرحة للعرب. أثناء تجولنا بالشارع شاهدت أكثر من علم وعلم لجمهورية مصر العربية شاهدتهم، وبعض الجماهير المصرية، عدد من الأفراد الجالية المصرية المقيمين هنا بالتأكيد. على سبيل المثال بمدينة طنجة احنا هنا كمان أستاذ سعيد بنحتفل، يعني ما بالك المصريين الموجودين في المغرب. أنا عاوز أسأل حضرتك، أو بعتقد أنه ده في الوسط الرياضي أو في التفاصيل التحليل الأداء الرياضي مهم جدا نعرفه، أنه ده مش الصعود الأول لفريق المغرب، صعدت قبل كده للدور الثاني عام 86، لكن المرة دي أعتقد وأتوقع أنه الفريق المغربي مش بس هيحتفي بالصعود لكنه بيترقب أنه يؤدي نتائج مذهلة أكتر في الدور الثاني. قولي عن رحلة الفريق المغربي بقيادة
مدرب محلي مدرب مغربي محلي، إلى أين تعتقد أن الفريق المغربي يمكن أن يقدم ويذهب في هذه البطولة؟ الزميلة والأخت دينا، الأكيد أن الطموح الجماهير المغربية والطموح المحللين الرياضيين لم يتوقف في مباراة يوم الثلاثاء المقبل أمام الفريق الماتادور الإسباني. الأكيد أن الطموح مرى بالأداء، والكل هنا يقول ويتمنى وصول المنتخب إلى المربع الذهبي. هذا مرده إلى الأداء الكبير الذي حققته العناصر المغربية في مونديال قطر. وطبعا كان هناك بعض التخوف من منتخب كرواتيا، لكن بمجرد دخول العناصر الوطنية لمباراة بلجيكا وهزم بلجيكا المحتلة للمرتبة الثانية عالميا، بدأ الطموح يكبر ولم يكن هناك تخوف من الانتصار على كندا، حتى أن المحللين الرياضيين أكدوا أن الانتصار وارد على منتخب كندا، وهذا ما تأتى في الشوط الأول الذي تابعناه يوم أمس. لكن اليوم ومن خلال الأجواء التي خلفها الأداء العناصر المغربية هناك في قطر، فإن الطموح كبر وكبر طبعا بالوصول إلى المربع الذهبي، ولما لا هزم منتخب إسبانيا في المباراة القادمة يوم الثلاثاء المقبل. هناك شبه إجماع على أن المنتخب المغربي لا يمكن أن تتوقف مسيرته يوم الثلاثاء المقبل بتاتا. هناك أمل كبير لدى الجمهور المغربي ولدى كل المحللين والمهتمين بالشأن الكروي حتى على المستوى العربي. أعتقد أنه ده أيضا أملنا أستاذ سعيد، أنه ألا تتوقف مسيرة المنتخب المغربي يوم الثلاثاء القادم، وتوقعك بالفوز على أسبانيا هو دعاء الملايين من العرب ومن الجمهور، جمهور الكرة في إفريقيا أو في الوطن العربي. بكرر شكر حضرتك الصحفي الأستاذ سعيد قدري من المغرب. الحقيقة أنه رسائل النجاح طول الوقت هي رسائل مهمة جدا، وزي ما كنت بتكلم مع زميلي قبل الهوى أنه كأس العالم السنة دي يمكن في هذه الرسالة وبقوة، أنه هناك مفاجآت في كرة القدم وهي جزء من المتعة، دي حاجة أعتقد أن احنا نعرفها ومتوقعينها. لكن خروج الكبار وانتصار فرق كبيرة ما كانتش مصنفة أنها فرق خطر، زي ما كنا بنكلم حضراتكم عن أداء مثلا فريق السعودية، تونس هو فريق قوي كالعادة، لكنه بالنسبة لبعض الفرق ممكن يعتبر أنه يقدر يهزمه بسهولة. هذا الأداء بيكرس جدا فكرة أنه لا يصح إلا قدر كبير من الاجتهاد واحترام المهارات. جمهور المغربي ورحلة الفريق المغربي هي أيضا رحلة تقدم الاجتهاد كطريقة للفوز، وأنه ينفع جدا أنك تنافس الكبار إذا كنت تعتقد أنك كبير بالفعل وإذا كنت قادر على ذلك. ما زالت رحلة كأس العالم هي رحلة ممتعة جدا حتى الآن، مبهرة جدا، لكن بعد الفاصل هنرجع معاكم لرحلة التنمية وقد إيه قدر الإمتاع اللي ممكن لما تفهم التفاصيل تستمتع بكونك جزء من هذا الوطن. حتى طول الوقت نقول كده، لازم نفهم إيه اللي بيحصل في بلدنا حتى وإن لم نكن جزءا منه. مش قضية أبدا إن أنا الخدمة دي أو المشروع ده بيحصل بعيد عني، مش دي القضية. القضية إنه إذا كان في خير لشخص في بلدي ولو كان في آخر نقطة في مصر، فده خير ليا سواء بشكل حتى ولو كان بشكل غير مباشر. احنا بعد الفاصل هنستقبل ضيفنا الكريم دكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، هنتكلم عن مدينة المنصورة الجديدة وعن المدن الجديدة بشكل عام، يعني ليه بنعمل مدن جديدة. زي ما بقول لحضراتكم الخط الكامل، خط الصعيد بالكامل والمدن الجديدة، الظهير والامتداد العمراني اللي بيحصل في الصعيد وفي محافظات الدلتا، ده بيحصل ليه وفايدته لينا؟ دول سؤالين كبار مهمين هنطرحهم بعد الفاصل في التاسعة.
أنا هنا بس عايز أقول للناس إن لما بنيجي نعمل كدولة بيبقى فيه تصور شامل للمسار اللي إحنا شغالين عليه. أنا ما أفتكرش حد هيقدر يعمل أكتر من اللي إحنا بنعمله. مرة تانية بكمل مع حضراتكم التاسعة، وطول الوقت السؤال الكبير في أي افتتاح لأي مشروع أو جهد تنموي في مصر هو كيف فعلناها، والحقيقة أن احنا عملناها إمتى وإزاي وبهذه الجودة، وماذا نتوقع منها. افتتاح مدينة المنصورة الجديدة حط قدامنا سؤال كبير جدا عن التنمية أو الامتداد العمراني، إزاي هو جزء من النمو الاقتصادي للأوطان. احنا النهارده متشرفين انه نورنا في الاستوديو دكتور سيف الدين فرج استاذ التخطيط العمراني. منورنا يا دكتور. اهلا وسهلا بك. انا عارفه انه امبارح المنصوره الجديده كانت فتحت شهيتنا كده على اعاده الحديث عن التنميه، واحنا طول الوقت علاقتنا كده بالبناء احنا كمصريين نحبه، يعني نعتبره رمز من رموز الانجاز طول الوقت، لكن كمان التنميه بنطاقها الكبير ده أنه أنا بعمل مدينة، أنا مش بس بعمل إسكان شباب عشان أستوعب زيادة سكانية، أنا بعمل مدن جديدة. إيه الفرق بين ده وبين أنه يلا نخطط نعمل إسكان شباب؟ هو دلوقتي حضرتك نبدأ بس بفكرة المدن الجديدة. هي ظهرت في مصر في أوائل الثمانينات وكانت في الجيل أنا بس عايزة أرجع خطوة الأول، يعني عايزة أبدأ من أول الفرق أصلا ما بين أنه أنا عندي زيادة سكانية فببني مساكن زيادة لاستيعاب الأعداد، وبين أن أنا لا هبني مدينة. أنا فعلا عايز أفك الاشتباك ده عشان إحنا نفهم. يعني حضرتك بتقولي أنا عايز أعرف الفرق بين الإكستنشن الامتداد بتاع صح المدينة جدا أو وبين المدينة الجديدة مثلا. دي قصة ودي قصة تانية خالص. أيوة. أنا بعمل إكستنشن لما بكون عندي مدينة وعندي زيادة سكانية ففي داخل الحيز العمراني بتاع نفس المدينة بعمل امتداد. خلاص دي حاجة، ده كده امتداد طبيعي بيحصل في كل حتة في الدنيا، وده له مشاكله الكتيرة طبعا. يعني مثلا نرجع بذاكرة شوية، كان في مدينة الضباط اللي هي كانت موجودة في المهندسين في منطقة الأوقاف، كانت متخططة إن هي فيلل دورين. اللي حصل إن لما جه الانفتاح في 74 تحولت إلى العمارات العملاقة 10 أدوار. طب كانت المشكلة إيه؟ بنية تحتية طبعا. بنية تحتية أنا دارس على طاقة استيعابية إن المدينة دي سي فيها مليون واحد، فجأة بقى فيها 10 مليون، شبكات صرف صحي فيها مشاكل، كهرباء فيها مشاكل، نو باركينج، مفيش انتظار سيارات لأن الجراشات تحولت إلى محلات تجارية، وبالتالي الناس بتركن صف تاني وصف تالت. دي أزمات التخطيط حتى رغم التوسعة. لا هي مش أزمات التخطيط، أزمات سوء التخطيط. صح. يعني غياب التخطيط صح. أو غياب التخطيط بمعنى صح حضرتك. صح. بالظبط كده. لكن لو هي استمرت طبقا للتخطيط المعمول ليها ما كانش هيظهر مشكلة. طبعا. هو اللي حصل إن شلنا الفيلا وعملنا عمارة 10 أدوار. دي أنا مش بسميها تنمية، أنا بسميها عشوائية. صح. وده يمكن واحدة من الكوارث اللي حصلت في اسكندرية مثلا. اسكندرية دي قصة تانية. أكثر إيلام. لأن حضرتك في الفترة بتاعة الانفلات الأمني في فترة كده مصر فيها انفلات أمني، ظهر حاجة عندهم اسمها الكحول. الكحول ده شخص مسجل خطر. خلاص. بيجي للراجل اللي عنده بيت دورين ثلاثة يقول له أنا باسمي هطلع 10 أدوار فوق الدورين ثلاثة دول، وهيبقى كل حاجة باسمي، لو في أحكام أو في أي حاجة هتبقى عليا. يعني هو أصلا مسجل خطر. مش فارقة معايا. اللي حصل إن تم التعليات بشكل عشوائي. صح. على أساسات لا تتحمل. لا، وتم هدمه بناء قبيح وقصص وتفاصيل. لا، زائد إن أساسات لا تتحمل. ودي قضية، وهي القضية الأهم حضرتك، وهي سلامة المنشأ. لأن في غياب سلامة المنشأ يبقى في خطورة على الأرواح طبعا، وعلى المنشآت وعلى الممتلكات. وده عشان كده لما جات القيادة السياسية في 2014 عملت استراتيجية عمرانية. يعني القيادة مش بتتكلم في محور واحد، لا. صح. في استراتيجية. هنا بقى نيجي فعلا مجموعة محاور اللي هي من أهمها مدن جديد، مش يعني مش بس هنعمل توسعات أو ما هي حضرتك كلها على التوازي بقى.
يعني هي ميزه القياده السياسيه في حاجه ان هي مش بتشتغل محور لغايه ما تخلصه بنعمل التاني. بيشتغل كله بشكل متوازي. بتشتغل كله متوازي. كان المحور اللي على التوازي في الاول وهو الاسكان شديد الخطوره. يعني ده كان له اهميه عاليه جدا. والحمد لله مصر النهارده ما اصبق يعني ما فيهاش اسكان شديد الخطوره. كله تم التخلص منه. كان المحور الثاني برضه شغالين عليه الاسكان الغير مخطط اللي هو عشوائي ولكن امن. يبقى انا محتاج ايه؟ اشق طرق. اعمل شبكات جواه صرف صحي واحسن وضعه قليلا، مش محتاج اهد وابنيه من الاول. مع العلم حضرتك ان انا لما بعمل طريق في المدينه الجديده بيتكلف تكلفه، لكن لما بشق طريق في منطقه زي دي بيكلفني 10 اضعاف. طبعا. وبالتالي الناس كمان مهم جدا يا دكتور حضرتك بتقوله، لان الناس كمان ممكن تفهم ان احنا الطرق دي مش بتتشقى عشان تضايقك. يعني هو بصراحه لازم نقول انه برضو الناس دفعت ثمنها من انه في ناس اتحركت من اماكنها وفي ناس يعني خسرت مواقع استراتيجيه. طبعا ده على هامش المكاسب اللي حصلت في المناطق دي. نقطه مهمه جدا لازم اقولها هنا. طبعا في عصر القياده السياسيه الحاليه من 2014 لم تنصب خيمه ايواء واحده لمصر او لغير مصر. لا بعد الشر. ليه؟ لان الدوله قبل ما بتزيل بتكون جاهزه تعويض. لا، تعويض مناسب عادل كمان، يا اما بتوفر مسكن مؤسس. انا بشكرك يا دكتور، صدقني كل حضرتك عمال تقول حاجات حلوه قوي. دكتور سيف قال نقطه مهمه جدا، دي رؤيه الدوله ودي قرارات الدوله ودي القوانين اللي الدوله تعملها. أنا بتكلم بقى باسم الناس اللي عندها مشاكل مع المحليات. المحليات كمان دورها تنفيذ رؤية الدولة بسرعة، لا تتباطأ في ذلك. يعني أنا هستأذن حضرتك كمان ناخد مداخلة معنا مهندس علاء لطفي نائب رئيس جهاز مدينة المنصورة الجديدة. مهندس علاء مساء الخير وألف مبروك افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة. مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين، الله يبارك في حضرتك. مهندس علاء، مدينة المنصورة الجديدة كما كانت رؤية بدأت إمتى في التخطيط؟ على مدار كام سنة حصل هذا الإنجاز الرائع اللي شفناه امبارح؟ هو طبعا زي ما معالي الوزير وضح، هي مدينة المنصورة الجديدة موجودة على كبلان أو كتخطيط من 2010 تقريبا. بدأ الفعل القرار الجمهوري ليها صدر في شهر 8/2017، وبدأ التدشين للمدينة في شهر 3/2018. والحمد لله طبعا سعدنا جميعا وتشرفنا بافتتاح المرحله الاولى بحضور طبعا فخامه رئيس الجمهوريه امبارح بالامس يعني. ومن المخطط انه تكتمل المراحل الاخرى من مدينه المنصوره امتى ان شاء الله؟ هو احنا طبعا الحمد لله دلوقتي طبعا زي ما حضرتك عارفه مدينه المنصوره الجديده احدى مدن الجيل الرابع. المدينه طبعا على مساحه 7211 فدان مقسمه لاربع مراحل. المرحله الاولى منها اللي هي 2063 فدان دي الحمد لله تم الانتهاء منها بالكامل. بدانا من حوالي 3 شهور كده في المرحله الثانيه دي على مساحه 1500 فدان. المرحله دي حاليا احنا شغالين في تنفيذ 44 عماره مشروع سكن مصر، وبرضه شغالين في تنفيذ 224 عماره جنه مصر، بخلاف كمان ان جامعه المنصوره الجديده دي بيتم تنفيذها داخل نطاق المرحله الثانيه من مدينه المنصوره من المدينه. بخلاف كمان في مديريه امن. يعني ايه مدن الجيل الرابع مهندس علاء؟ نعم، يعني ايه مدن الجيل الرابع عشان الناس متلخبطه من امبارح؟ لسه عايز اسال دكتور سيف. هو مدن الجيل الرابع هي خطه وزاره الاسكان بدات تنفيذها. طبعا هي مقسمه المدن بتاعت هيئه مجتمعات. احنا عندنا طبعا اكثر من 50 مدينه متقسمين على اجيال، جيل اول وجيل ثاني وجيل ثالث واخيرا بقى جيل رابع. جيل رابع ديت اللي هي المدن اللي بتعتمد على استخدام احدث التكنولوجيا الحديثه في 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 تحقيق مقومات حياه عصريه للمواطن اللي هيعيش داخل المدن دي، بخلاف كمان مسطحات الخضراء بتتميز ان هي في مسطحات خضراء بتتميز ان هي بتبقى بتحقق التنميه المستدامه. بتوفر مقاومات حياه عصريه باستخدام احدث تقنيه حديثه. بشكرك شكرا جزيلا مهندس علاء لطفي نائب رئيس جهاز مدينه المنصوره الجديده. بنبارك لكل اهل المنصوره ولكل سكان المنصوره الجديده مقدما. دكتور سيف، عايز ارجع لحضرتك لان حضرتك كنت بتقول لنا حاجه مهمه جدا، فكره استراتيجيه التنميه العمرانيه في الدوله وتخطيط اننا نعمل مدن جديده مش بس امتدادات. عندنا كم مدينه جديده؟ قبل ما نتكلم على دي حضرتك
يعني لازم نتكلم على ان القيادة السياسية ليها فيجن، ليها فكر. صح. الفكر كان الاول في المدن الجيل الاول ان المسكن عبارة عن مأوى. الناس بتروح تشتغل وبتروح تبات في الشقة. يعني ممكن واحد يكون شغال في مصر الجديدة وشقته في 6 اكتوبر. دي مأساة القاهرة الكبرى. كانت الكارثة. لكن الفكر بتاع القيادة السياسية النهاردة ان المدينة الجديدة عبارة عن ايه؟ عبارة عن مسكن وفرصة عمل وخدمات عامة. ده أهم من دي وان. يعني من أول يعني لما أنشئت مدينة 6 أكتوبر ما كانش لسه المحور بتاع 26 ولا ما كانش اتعمل. كنا بنخش من فيصل والهرم. وبعد كده اتعمل المحور. وهو كان الهدف إن 6 أكتوبر تبقى منطقة صناعية وسكن ويبقى الاثنين قريبين من بعض، مش كده؟ لكن الفكرة النهاردة ان يبقى فيه مسكن وفرصه عمل، فرصه عمل. فرصه عمل دي حاجه مهمه جدا، ويبقى فيه خدمات عامه. لان انا النهارده لما اعمل مدينه جديده وانسى اعمل مستشفى وانسى اعمل جامعه وانسى اعمل يبقى مدرسة، حاجه تقريبا يبقى الناس دي هتحتاج تتنقل تاني. يبقى المشكله اتعقدت مش اتحلت. شكرا. ويبقى ده مسموش استيعاب لزياده سكانيه. بالزبط. اما ان الناس هتهجرها او زي ما حضرتك بتقول هيفضل فيه كثافات يعني مروريه غير مبرره. يعني مش خطه متكامله. صح. يعني انا يعني لازم تبقى جمله كامله. صح. سكن، وظيفه عمل، وخدمات عامه، وطرق وكباري. وبركز على الطرق والكباري ليه؟ ناس كتير بتقول هو احنا محتاجين الطرق دي كلها في ايه؟ اولا الطرق والكباري دي ألف به العمران. مفيش تنمية عمرانية في العالم بتتم من غير طرق وكباري. طب. دي ألف به. ليه؟ لأن الطريق ده هو اللي بينقل المواطن من مكان لمكان. هو اللي بينقل السلعة من مكان لمكان. هو اللي بينقل العامل للمصنع. هو طيب أنا لما بوفر الطرق ووفر الكباري بوفر في الوقت، بوفر في الوقود، بوفر في الانبعاث الحراري. كان في انبعاث حراري بسبب التكدسات المروريه. طب. والمشاكل. احنا مصر حضرتك كانت اول دوله في العالم للاسف في الحوادث على مستوى العالم. احنا النهارده الحمد لله ما عادتش مصر كده. مصر اختلفت تماما من 2014 ل 22. مصر اختلفت 180 درجه. طبعا طبعا. وده حصل. انا عايزه حضرتك بسرعه قبل ما وقتنا يخلص بس نتكلم عن مدن جديده اخرى. يعني بنقرا عن بني سويف الجديده، اسيوط الجديده، اسوان الجديده، كل دي العظمه دي حضرتك. تجرنا الموضوع مهم جدا. احنا مشكله الاسكان العشوائي ظهر ليه؟ علشان تركز الاستثمارات القوميه كلها في القاهره الكبرى واسكندريه. صح. وكان الصعيد منسي والريف منسي. تماما. احنا النهارده كل المحافظات إبلي وبحري، سينا وأسوان كلها مدن جديدة واستثمارات قومية، وبالتالي بتتفتح فرص عمل. وبالتالي أول مرة في تاريخ مصر تشهد هجرة عكسية. يعني هجرة عكسية حضرتك؟ كانت الأول الريف والصعيد يهاجروا على القاهرة. ليه؟ بيدوروا على فرصة عمل، وده حقه. دلوقتي النهاردة بيرجعوا تاني. بيرجعوا ليه؟ لأن في مدن جديدة، وكمان في مشروع حياة كريمة. ومشروعات حياة كريمة وارتباطها بالصناعات السابقة. بالظبط. أنا بعتذر إن وقتنا خلص، لكن عندنا كتير من الحديث. بشكرك على كل ما شاركتنا بيه عن فكرة التنمية المرتبطة بالتخطيط العمراني. دكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمراني، نورتنا يا دكتور. تسلمي يا فندم. تسلمي. تسلمي. مشاهدينا، دي كانت حلقتنا من التاسعة. أشوفكم إن شاء الله على كل خير.